السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة، حصة اللغة العربية من مدرسة المعرفة في أسبوعنا الخامس، ونحن في الحصة الثالثة. كنا قد بدأنا في الفصل الثاني لرواية أحلام لبيل السعيدة، وتحدثنا في الفصل الثاني عن حبه لبعض الأشياء، ووصلنا كيف لماذا كان يحب الصور، ولماذا كان يحب الكريمة أو الحلوى أو العلب المجففة، الفواكه المجففة، وثم لماذا يحب القراءة. واكتشفنا أن كان لليبل مكان سري يذهب له ويقرأ به دون أن يعرف به أحد. الآن نتابع في هذه الحصة ما كنا قد بدأناه، ثم نجيب عن أسئلة الفصل الثاني. إذن الفصل الثاني من رواية أحلام ليبل السعيدة، نواتج التعلم. يقرأ المتعلم الرواية قراءة صحيحة، يحلل المتعلم شخصيات الرواية. الآن نتابع ما كنا قد بدأناه في هذا الفصل. منذ ذلك الوقت وليبل يمضي أوقاتا مريحة في هذا المخبأ، فقد كان يقرأ ويشرب في تلك الأثناء بعض زجاجات عصير الليمون. كانت الصناديق إلى جانب القارب الجلدي، لذلك لم يجد عناء في خدمته لنفسه. وكان ليبل يتمكن من الذهاب إلى سريره قبل أن يتفقد والداه غرفته للاطمئنان عليه قبل أن يخلد إلى النوم. كان هذا مكان مخبأ لم يجر اكتشافه إلى اليوم، وإن كان أبوه قد أخذ يعجب لأنه صار عليه أن يشتري صندوق ليمون جديد كل 5 أيام ويردد في هذه الأثناء: ثمة شيء غير مفهوم يحدث ها هنا. إذن هذا ليبل بعد أن اتخذ المكان، وهو المكان كما تعرفنا عليه هو المخزن الذي يقع تحت الدرج، وكان ليبل يذهب إليه خفية، يخرج متسللا إليه دون أن يراه أحد. فقد كان يقرأ ويستخدم شراب الليمون من العلب التي كان يشتريها والده، وكان أبوه يستغرب لماذا ينتهي هذا الشراب في هذا الوقت. إذن هناك شيء غير مفهوم في هذا، وهذا المكان لم يكتشفه أحد إلى هذا الوقت. نعم، قد تكون السعادة في أبسط الأشياء التي نحبها، وضح ذلك من خلال المقطع. برأيكم ما هي الأشياء التي أسعدت ليبل؟ إذن هو فقط يختار وقتا مريحا، مكان هادئا، بعض الشراب الذي يسليه فقط. إذن هذه أشياء بسيطة كانت تجعله سعيدا، صحيح؟ نعم. الآن ضع هذه العبارة في جملة من إنشائك، اختار أي عبارة واكتبها: يحدث ها هنا. يحدث ها هنا أننا نأخذ حصة اللغة العربية على سبيل المثال. الآن ننتقل إلى حل الأسئلة ونجيب عنها لكي ننتهي من الفصل الثاني. السؤال الأول: وضح العلاقة بين كل الصور وعلب الحليب واللبن والكريمة. وقد تحدثنا عنه، وأظن أن السؤال سهل وواضح لدى الجميع. ما علاقتهما؟ كان الطفل يحصل من خلال النقط الموجودة على عبوات اللبن والكريمة على الصور التي يحب جمعها. إذن هذا الطفل عندما مسك الكتاب ووجد الصور وعرف أنه يريد أن يجمع 100 نقطة لكي يحصل على هذه الصور أو يحصل على ألبوم الصور، وهذه النقاط موجودة على عبوات اللبن والكريمة، لهكذا صار يحب أن يشتري من هذه الأشياء ليحصل على النقاط. الآن الفواكه المحفوظة والسيدة يشكي، وقلنا أن السيدة يشكي تعرف عنها عن طريق الرسالة التي كانت قد أرسلت إليه، وكانت هي للسيدة يشكي. السيدة يشكي كانت تأكلها بعد الطعام، وأكلها ليبل لأول مرة عندها وقد أعجب بها. إذن أعجب هذا ليبل بهذه الفواكه المحفوظة، كانت تأكلها هي بعد الطعام وقد أعطته
لليبل من هذه الفاكهة المحفوظة. الآن القراءة وغرفة الدرج، إذا ما العلاقة بينهما؟ كانت الغرفة ملاذا للفتى ليحقق فيه رغبته بالقراءة، وقلنا أن القراءة تحتاج إلى هدوء وإلى أن يختلي الواحد بنفسه لكي يشعر بقيمة هذه القراءة. إذا هذه هي الإجابات لهذه للسؤال الأول. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. اقرأ المشهد الذي يصور لقاء ليبل بالسيدة يشكي وشارك زميلك في تمثيله. نستطيع أن نمثله مع أحد أفراد العائلة أو مع أحد الأصدقاء إذا كان هناك صديق بالقرب مننا، ونمثل هذا المشهد. كيف استطاع ليبل أن يصل إلى هذه السيدة العجوز، وكيف دار الحديث بينهما، وكيف قام بتذوق الفواكه المحفوظة؟ الآن السؤال الثالث، اذكر دليلا من النص على العلاقة الحسنة بين ليبل والسيدة يشكي. أن ليبل العلاقة الذي يدلنا على أنها هذه العلاقة كانت علاقة حسنة، أن ليبل ظل يزورها باستمرار لأنه ارتاح لها وأحب حديثها، وهي كذلك. وأيضا يوجد دليل آخر، أنه كانت هذه السيدة تجمع له النقاط، وكان ليبل أيضا يزورها ليس فقط من أجل النقاط بل لأنه أحب حديثها، وهذا ما قرأناه في هذا الفصل. كيف كان ليبل يظهر حبه للقراءة؟ برأيكم ماذا؟ كيف كان؟ من خلال الاختلاء بنفسه وتحت سريره ويستخدم المصباح اليدوي. إذن إنه كان يقرأ تحت أي ظرف وبأي وسيلة، كأن يجلس تحت سريره ويتحمل صعوبة توفر الضوء. ونرى كيف كان يخرج تسللا متخفيا إلى هذا المخبأ الذي كان هو تحت الدرج. السؤال الخامس، كان ليبل يرى أن المادة المقروءة تزداد كلما انفرد الإنسان بنفسه، وضح ذلك. إذن قلنا أن القراءة تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى تعمق مع أنفسنا. نعم، فالخلاء بالنفس يجعلها أكثر تركيزا مع ذاتها ومع ما تحبه، بعيدا عن كل المعيقات والأشياء التي قد تشتت الذهن. إذن لابد من هدوء، من الخلو بأنفسنا لكي نحقق قراءة مفيدة لنا ولذاتنا. السؤال، هذا السؤال الخامس. الآن السؤال السادس، اكتب مما تحصل لديك من معلومات عن ليبل وصفا لشخصيته في ثلاثة أسطر. إذن هذا جانب إبداعي، نريد من طلابنا الأعزاء أن تكتب ما هي الصفات التي وجدتها أو وجدتها في هذه الشخصية. ثلاثة أسطر، نحن قمنا بدورنا بوضع مثال على ذلك. ليبل ذلك الفتى اللطيف المطيع الذي يسعد به كل من يتعامل معه، إنه مثال للطفل الشغوف المحب للسعادة بأبسط الأشياء، والذي يملأ وقته بالقراءة التي تغذي قلبه وتريح نفسه. فتى لا يعرف اليأس، متيقظا يجعل لكل مشكلة حلا، إنه مثال للنضج والوعي والذكاء. إذا هذا ليبل، هذه الصفات نحن استخرجناها من شخصيته، من تحليلنا لشخصيته. كيف كان هو يسعد من يتعامل معه؟ على سبيل المثال السيدة يشكي، الشغوف المحب للسعادة بأبسط الأشياء. كيف كان يذهب إلى تحت الدرج ويشرب عصير الليمون ويقرأ، يملأ وقته بالقراءة، وهذا شيء عظيم. عندما طالب يستخدم الوقت وقته في قراءة الأشياء المفيدة، هذا شيء عظيم. لا يعرف اليأس، متيقظا يجعل لكل مشكلة حلا. إذن عندما واجه مشكلة في قراءته في الليل وجد حلا لها، لم ييأس، إنه مثال للنضج والوعي والذكاء.
انتهت حصتنا لهذا اليوم، وانتهى الفصل الثاني من رواية أحلام ليبل السعيدة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم في درس آخر.